كابتن وائل، المباراة هتبقى عاملة ازاي؟ احنا بنتكلم في مباراة بعد اداء للاعبين دوليين مع منتخب مصر مش جيد، خسارة الاهلي نهائي دوري ابطال افريقيا، الزمالك نفسه بيعاني من غيابات عديدة، مباراة فيها صعوبات كثيرة، ولكن تبقى اولا واخيرا هي مواجهة بين الاهلي والزمالك. اكيد هي مباراة ما بين قطبين الكرة المصرية. زي ما انت قلت يا كريم، احنا قلقانين بس من تأثير طبعا اداء المنتخب ولاعيبه الاهلي والزمالك اللي كانوا في منتخب مصر، وكمان الضغوط اللي عليهم الفتره الاخيره، الضغوط من كل الناس. يعني احنا حتى اتكلمنا قلنا الدوري المصري ما افرزش لعيبه تلعب للمنتخب سواء كانت في الاهلي او في الزمالك او في بيراميدز او في اي حته. لما شفنا مباراه اثيوبيا كل الناس استاءت من الاداء من النتيجه. قلنا الدوري المصري دوري ضعيف، خلينا صراحة، لأن أنت النهاردة لما تيجي تلاقي أداء لعيبة في المنتخب بهذا الشكل، أداء غير جيد بالمرة، بتتكلم على لعيبة بملايين، وبعدين الناس تجيبها على كابتن إيهاب جلال. يعني إحنا يمكن أحمد عارف الكلام ده، إحنا ممكن نبقى لعيبة داخل الملعب، إحنا عندنا شخصية في الملعب نقدر نتعامل داخل الملعب، حتى لو في كوتش ما اداناش حاجه معينه. صحيح. فاحنا طبيعي ان احنا بنشوف الاجواء داخل الملعب، واحنا بشخصيتنا داخل الملعب بنقدر نتاقلم ونشتغل ونعرف نلعب ازاي ونقف ازاي ونتحرك ازاي. هي دي الخبرات اللي احنا بنتكلم فيها، ان اللعيب يبقى عنده شخصيه ويبقى يقدر يلعب تحت ضغط. ده ما كانش واضح على لعيبه منتخب مصر، واداء زي ما قلنا يعني باهت جدا. فانت النهارده لما تيجي تتكلم على ملايين، لا، يبقى انت المفروض تبقى لعيب خامه تانية خالص. اشوفك بقى بتلعب تحت ضغط، اشوفك عندك شخصيه، اشوفك تعرف تتعامل حتى لو مدرب ما ادكش حاجه، رغم ان احنا ظلمنا الكابتن ايهاب جلال في الفتره دي. فهل هم بقى يعني هيخرجوا من الضغط ده؟ صح. هل هم هيدافعوا عن نفسهم بالزبط داخل الملعب؟ بالزبط. هل هم هيورونا كوره حلوه؟ أيوة. سيبك من النتيجه. لان احنا مشكلتنا دلوقتي ان احنا كاهلي وزمالك على السوشيال ميديا ده، يعني انت عارف حته التهريج شويه، وده يقطع في ده وده يعمل في ده وده، ونسينا خالص المهم، ان احنا عايزين نفرز لعيبه المنتخب مصر. صح. عايزين نأدي بشكل جيد داخل الملعب. صح. والتوفيق وعدم التوفيق ده وارد. صحيح. انت في منافسه شريفه بينك وبين الخصم، وده طبيعي طبعا. لكن لازم احنا الاثنين نلعب كوره. أيوة. زي ما احنا بنشوف في اوروبا كده. انت النهارده لما تيجي تشوف ليفر مع ريال مدريد، الليفر مع مان سيتي، برشلونه مش عارف مع ريال، ده بيكسب، في واحد بيكسب واحد بيخسر. لكن انت بتخرج من الماتش مش عايزه يخلص. ايوه، مستمتع. هو ده شغله اللاعبين والمدربين في الملعب. طيب كابتن، انا بس هكمل. الناس تقول لك طب انت عايز استمتاع ولا عايز نتيجه؟ لا، هو اللي كسب ده ما متعكش؟ يعني انت لما شفت الريال مع ليفربول، هل الريال ما عجبكش؟ أيوة. وانت هل المان سيتي ما عجبكش؟ وانت ليه لازم تخيرني؟ ما انا عايز الاثنين. يعني انا عايزك تكسب. انا ليه برد بس نتيجة. ليه بس برد يا كريم؟ لان في ناس تقول لك انت عايز نتيجه ولا اداء؟ لا، انا عايز الاثنين زي ما انت بتقول. طيب انت عملت اداء لكن ما خدتش نتيجه، ده توفيق وعدم توفيق خلاص. بس انت خارج، اولا لعيبه ما قصرتش، لعيبه ادت بشكل جيد جدا. احنا واحنا بنتكلم اكيد لازم نتكلم عليهم كويس. لان ده حقهم. فلازم تعرف ان احنا بنتكلم على الاداء داخل الملعب. صحيح. اللعيبه دي بتنفذ ازاي؟ شخصيتها عامله ازاي؟ كافحت ولا ما كافحتش داخل الملعب؟ هو ده اللي بنتكلم فيه. اتمنى ان احنا نشوف مباراه جيده يا رب.